غدا انطلاق منافسات دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020 بمشاركة مصر. المنتخب الوطني للسلة يواجه غدا أفريقيا الوسطى ببطولة كأس الأمم الأفريقية. الزمالك والأهلي يختتمان اليوم تدريباتهما استعدادا لمواجهتي الإنتاج الحربي والجونة. أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النشرة الرياضية. تنطلق الثلاثاء منافسات دورة الألعاب البارالمبية والتي ستقام في العاصمة اليابانية طوكيو وتستمر حتى 5 سبتمبر المقبل. وتشارك البعثة المصرية في بارالمبياد طوكيو ب49 لاعبا ولاعبة في رياضات ألعاب القوى والكرة الطائرة جلوس والباراتايكوندو وكرة الهدف والريشة الطائرة ورفع الأثقال وتنس الطاولة والسباحة. وتمتلك مصر طوال مشاركتها في دورة الألعاب البارالمبية 177 ميدالية متنوعة بواقع 49 ذهبية و64 فضية و64 برونزية. تستضيف مصر بطولة العالم لدراجات المضمار للناشئين في استمرار لسلسلة نجاحات الدولة المصرية في تنظيم البطولات العالمية، والتي بدأت بتنظيم بكأس العالم لكرة اليد مطلع العام الجاري، ثم بطولة كأس العالم للرماية، ثم بطولتي أفريقيا لدراجات الطريق والمضمار، ما يؤكد قدرة مصر على استضافة الأحداث الرياضية العالمية. يلتقي غدا الثلاثاء منتخب مصر لكرة السلة مع أفريقيا الوسطى في مستهل مبارياته ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها رواندا خلال الفترة من 24 من أغسطس وحتى 5 سبتمبر المقبل. ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية مع كل من منتخب تونس وأفريقيا الوسطى وغينيا. في شأن آخر، أعلن نادي ليفربول الإنجليزي اعتذاره عن عدم انضمام لاعبه الدولي محمد صلاح إلى صفوف المنتخب الوطني في معسكره المقبل الذي يتضمن مواجهة أنغولا والجابون في تصفية أفريقيا المؤهلة لكأس العالم. وأشار خطاب النادي الإنجليزي إلى أن الإجراءات الاحترازية المطبقة في إنجلترا لمواجهة تفشي فيروس كورونا، والذي يضع العائدين من بعض الدول في عزل صحي إجباري لمدة 10 أيام لدى عودتهم إلى إنجلترا. يختتم فريق الكرة الأول بالزمالك اليوم تدريباته استعدادا للقاء الإنتاج الحربي في الجولة 33 للدوري الممتاز. ويلعب الزمالك ضد الإنتاج مساء غد الثلاثاء في لقاء يحتاج فيه الفريق الأبيض للفوز للتتويج رسميا بدرع الدوري، حيث يتصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد 76 نقطة. يختتم الأهلي تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة الجونة غدا الثلاثاء ضمن لقاءات الأسبوع 33 من الدوري الممتاز. وحقق الأهلي الفوز على المصري ب4 أهداف لهدفين في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 32، ليرفع رصيده إلى 72 نقطة في المركز الثاني بفارق 4 نقاط عن الزمالك قبل جولتين فقط من النهاية. للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف محمود عصام الناقد الرياضي. أستاذ محمود، أهلا بك إلى هذه النشرة الرياضية. يعني بداية، حدثنا عن فرص الزمالك في المباراة القادمة. في البداية برحب بيكي. فرص الزمالك طبعا هتكون هي الأقوى والأكبر. الفريق على بعد فوز واحد، مش محتاج أي مساعدة أي فريق،
الفريق جاهز واتم الاستعداد لحسم البطوله رقم 13 في تاريخه. الزمالك قدر انه يتخطى صعاب كتير الموسم ده، فهو الاقدر لحد دلوقتي ان هو ياخد البطوله. الاهلي فرط في فرصه الحفاظ على اللقب بالتعادل مع الاسماعيلي وطلع الجيش، غير انه ضيع نقاط كتيره في اول الموسم. كمان الزمالك حاليا هو يبدو نفسيا وعلى مستوى الجماهير وعلى مستوى الاداره وعلى مستوى اللاعبين هو الاجهز انه يحصد اللقب. الفريق محتاج لفوز، هيلعب فريق هبط رسميا الانتاج الحربي. كمان احمد كشري مدرب الانتاج الحربي اعلن امبارح انه الفريق هيلعب ببعض الناشئين في مباراه الزمالك. كمان في بعض الغيابات زي احمد يحيى حارس المرمى، واحمد كشري نفسه هيكون غايب بسبب الايقاف من اتحاد الكوره. كل دي عوامل بتصب في مصلحه الزمالك انه يحقق اللقب رقم 13 بكل سهوله. الماتش هيكون سهل جدا على الزمالك. الزمالك عنده كل الدوافع والرغبه ان هو يحقق اللقب، بقى في المقابل الانتاج الحربي ما عندوش اي دافع. كمان الدوافع اللي عند الانتاج راحت خلاص بعد ما هبط رسميا. بس هو استاذ محمود، أستاذ محمود يبدو أننا فقدنا الاتصال. أشكرك على كل حال أستاذ محمود عصام الناقد الرياضي. وضمن لقاءات الجولة 33 من الدوري الممتاز يستضيف غدا الثلاثاء الاتحاد فريق البنك الأهلي، بينما يلتقي أسوان مع سموحة الذي يسعى لحصد نقاط المباراة 3 لتأمين بقائه في المركز الثالث. ويستضيف الإسماعيلي اليوم نظيره طلائع الجيش في 7 مساء باستاد الإسماعيلية في افتتاح الجولة 33 لمسابقة الدوري الممتاز. وضمن لقاءات الجولة ذاتها يلتقي المصري مع إنبي. نشرتنا الرياضية مستمرة، ولكن بعد هذا الفاصل ابقوا معنا. من جديد، تعادل فريق ريال مدريد بصعوبة أمام مضيفه ليفانتي بنتيجة 3-3 خلال المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مواجهات الجولة الثانية من منافسات الدوري الإسباني للموسم الحالي. وجاء الهدف الأول لريال مدريد بعد مرور 5 دقائق من عمر المباراة عبر الجناح الويلزي جاريث بيل، قبل أن تسجل ليفانتي هدفين متتاليين في بداية الشوط الثاني. ونجح البديل فينيسيوس في معادلة النتيجة بهدفين لكل من الفريقين، وقبل النهاية بعشر دقائق سجل ليفانتي هدفا ثالثا قبل أن يعادل مرة أخرى فينيسيوس النتيجة للملكي الإسباني. بهذه النتيجة يفقد ريال مدريد نقطتين ثمينتين في مشواره بمسابقة الدوري الإسباني ويصل للنقطة الرابعة، بينما يصل ليفانتي للنقطة الثانية. تغلب فريق أتلتيكو مدريد على ضيفه إلتشي بهدف دون رد في المواجهة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الدوري الإسباني. وسجل هدف اللقاء الوحيد اللاعب أنخيل دي كوريا في الدقيقة 39 ليرتفع رصيد الأتلتي إلى النقطة السادسة، بينما توقف رصيد إلتشي عند نقطة واحدة. تغلب فريق ريال سوسيداد على ضيفه رايو فايكانو بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني. وأحرز هدف الفريق الباسكي والمباراة الوحيد اللاعب ميكيل أويارزابال في الدقيقة 68 من ركلة جزاء. بهذا الانتصار ارتفع رصيد سوسيداد إلى الدقيقة النقطة الثالثة، بينما خسر فايكانو للمرة الثانية تواليا، يتذيل الترتيب بدون نقاط.
وفي الدوري الإنجليزي يحل لستر سيتي ضيفا على ويست هام يونايتد في ختام منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز، ويدخل لستر سيتي مواجهة الليلة بحثا عن تحقيق الفوز الثاني على التوالي بعدما تخطى منافسه ولفرهامبتون بهدف دون رد، كما حقق ويست هام فوزا كبيرا في افتتاح مشواره بالدوري على مضيفه نيوكاسل برباعية بدون مقابل. في ذات الدوري أيضا فاز فريق تشيلسي على مضيفه أرسنال بهدفين دون رد في لقاء أقيم على ملعب الإمارات في قمة الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي، وحقق تشيلسي فوزه الثاني تواليا ليتربع على صدارة البريمير ليج متساويا مع أندية ليفربول، توتنهام وبرايتون، بينما تلقى المدفعجية خسارتهم الثانية ليبقى الفريق بلا رصيد. وإلى الدوري الفرنسي، حيث قالت رابطة الدوري الفرنسي إنها ستبدأ التحقيق في أحداث مباراة نيس ومارسيليا بعد إلغاء المباراة بالأمس الأحد بسبب شغب الجماهير. وأكدت الرابطة أنها استدعت ممثلي الفريقين لحضور التحقيقات، وألغيت المباراة بين الفريقين في الدقيقة 75 بعد مشاجرة بين لاعبي مارسيليا وجماهير نيس التي اقتحمت أرض الملعب. حقق فريق مونبلييه فوزه الأول في الدوري الفرنسي بتغلبه على فريق لوريان بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك ضمن لقاءات الأسبوع الثالث للبطولة. بهذه النتيجة يحصد مونبلييه أول ثلاث نقاط له، بينما توقف رصيد لوريان عند النقطة الرابعة. تعادل فريق يوفنتوس مع ضيفه أودينيزي بهدفين لكل منهما في اللقاء الذي جمعهما ضمن لقاءات الجولة الأولى بالدوري الإيطالي. تقدم يوفنتوس مبكرا عن طريق باولو ديبالا في الدقيقة الثالثة، وأضاف خوان كوادرادو الهدف الثاني في الدقيقة 23، بينما سجل لأودينيزي روبرتو بيريرا في الدقيقة 51 من ركلة جزاء، وجيرارد دولوفيو قبل نهاية اللقاء بسبع دقائق. افتتح فريق روما مشواره في الدوري الإيطالي بالفوز على فيورنتينا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ويعد اللقاء هو الأول للمدير الفني المخضرم البرتغالي خوسيه مورينيو مع فريق روما في الدوري الإيطالي. تغلب نابولي على فريق فينيسيا بهدفين نظيفين ضمن لقاءات الأسبوع الأول من الدوري الإيطالي. المباراة شهدت طرداً مبكراً في صفوف نابولي بعدما حصل فيكتور أوسيمين على بطاقة حمراء في الدقيقة 23 من عمر الشوط الأول. بتلك النتيجة يحصد نابولي أول ثلاث نقاط في بداية مشواره في الموسم الجديد من الدوري الإيطالي. فاز فريق بايرن ميونخ على كولن بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الأسبوع الثاني للدوري الألماني في لقاء أقيم على ملعب أليانز أرينا بمنافسات الجولة الثانية. بهذه النتيجة رفع حامل اللقب بايرن ميونخ رصيده إلى أربع نقاط، بينما توقف كولن عند ثلاث نقاط. أعلن نادي بايرن ميونخ تمديد عقد لاعبه جوشوا كيميتش حتى صيف 2025، وكان كيميتش قد انضم إلى الفريق البافاري في 2015 حيث خاض معه 264 مباراة محرزاً 30 هدفاً، وحقق أيضاً مع الفريق ست بطولات في الدوري الألماني وثلاث بطولات في كأس ألمانيا وخمس بطولات سوبر ألمانيا ودوري أبطال أوروبا وبطولة كأس العالم للأندية بالإضافة إلى السوبر الأوروبي. أعلن نادي فولفسبرغ الألماني التعاقد مع المهاجم لو فالتشميت قادماً من نادي بنفيكا في عقد يمتد لأربعة أعوام مقابل 12 مليون يورو. وفي الموسم الماضي أحرز المهاجم الألماني 10 أهداف في 41 مباراة في جميع المنافسات مع بنفيكا، ولعب فالتشميت سبع مباريات دولية مع منتخب ألمانيا محرزاً خلالها هدفين. فاز الألماني ألكسندر زفيريف ببطولة سينسيانتي المفتوحة للتنس بعد تغلبه في النهائي على الروسي أندري روبليف بمجموعتين دون رد، وحصل زفيريف على جائزة قدرها نحو 655 ألف دولار، كما حصل على 1000 نقطة تضاف لتصنيفه العالمي، وبات أول ألماني يفوز بالبطولة منذ 1985 والتي فاز بها الأسطورة السابق بوريس بيكر.
توجت الأسترالية أشلي بارتي المصنفة الأولى عالميا بلقب بطولة سينسيناتي المفتوحة للتنس بعد فوزها على نهائي على السويسرية جيل تاتشمان في مجموعتين دون رد، ويعد هذا هو اللقب الأول للاعبة الأسترالية في سينسيناتي والخامس هذا الموسم، لترفع رصيدها من الألقاب إجمالا إلى 13 لقبا. انتهت نشرتنا الرياضية. لمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا على الإنترنت extranews.tv، ويمكنكم أيضا متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، إنستغرام ويوتيوب. شكرا لكم على طيب المتابعة.